كنا مسميينه شارع الوحوش، وكان في مشرحة، وطلع لي شبح جري ورايا وضربني على راسي. مش هتصدق اللي حصل لأمير كرارة وهو صغير. صدم باشا مصر أمير كرارة الجمهور بقصة غريبة حصلت له في طفولته مع شبح في شارع كان مليان عفاريت وكان بيتقال عنه إنه مسكون. فيا ترى إيه اللي حصل لأمير كرارة مع الشبح؟ وهل فعلا العفريت خبطوا على دماغه؟ البداية كانت بحضور أمير كرارة كضيف في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسماء إبراهيم، ولما طلبت منه أسماء يقرأ الكلمات المكتوبة بالحبر السري لا مكتوب فيها كلمة شبح، وهنا افتكر أمير كرارة قصته مع الشبح اللي حصلت له هو صغير أثناء ما كان ماشي في شارع ضلمة. فطلب أمير من الكاميرا إنها تقرب ناحية راسه وبين التعويرة اللي معلمة في جبينه فعلا، وقال أمير إن العلامة دي بسبب الخبطة اللي حصلت من الشبح، وحكى القصة وقال في شبح زمان ضربني على راسي وفي علامة هو في راسي مكان الضربة، والكلام ده من 25 سنة، وكنت ماشي في الشارع وحسيت في رجلي بتجري ورايا، ولما حاولت أبص فجأة حاجة ضربتني على راسي، وحتى كان في باب مستشفى دخلت فيه وخيطولي في غرزة، بس لما روحنا بعد كده ما لقيناش الباب ده خالص ومعرفش مين اللي عمل كده، والباب ده كان عليه شجر وعنكبوت كتير، والشارع ده كان فيه مشرحة وكانوا مسميينه شارع الوحوش لأنه كان ضلمة جدا، ولحد النهاردة معرفش ده ايه ولا ايه اللي حصل. كمان أمير مطلعش بيخاف من الأشباح وبس، لكن بيخاف كمان من العمر والسن وبيعتبرها أكتر حاجة ممكن الإنسان يخاف منها، وقال كرارة لو عندي دلوقتي شبح بيطاردني هيكون العمر والسن، لأني ما بقتنعش باللي بيقولوا العمر مجرد رقم ولا حاجة، وبحس إن العمر أهم حاجة وأهم من الفلوس وأي حاجة تانية، والناس كلها أكيد بتفكر في موضوع العمر ده. ومرة كان في ضمن المجاميع اللي بيصوروا ست غلبانة خالص، لقيت حد بيقول لي الست دي جه عليها الزمن، وافتكرت الدور اللي كنت عامله من أيام فيلم عبد الحليم، وعلشان كده ببقى مرعوب السن والزمن هيعملوا فيا إيه. مش بس كده، ده كمان باشا مصر طلع بيخاف من الأسانسيرات وما بيحبش يركبها وبيترعب من الأماكن العالية، وقال أمير كرارة في حاجات تانية بسيطة بخاف منها، وبخاف من الأسانسيرات ولما بركب منه بيجيلي ضربات قلب، ولو أي حد في دور عالي قوي مش بطلع له، ولو واقف فوق في مكان عالي وبسيط من البلكونة بخاف، ما بقتش بحب الأماكن العالية. ومرة كنت بصور في مكان في المغرب عند جبال وركبنا التلفريك وكنا بنتكلم عادي، فجأة بصيت لقيت الأرض بعيد جدا فنفسي راح، وقلت لهم يمسكوني علشان أغمض عيني لأني كنت خايف جدا، ولما صورونا فوق كنت شايل هم إزاي هنزل تحت تاني.